عنوان عالم يشبهك، ينظم نادي الصقور السعودي معرضا للصقور والصيد السعودي الدولي عام 2024. بينظموا النادي لمدة 10 أيام بمشاركة أكثر من 400 عارض من 45 دولة. المعرض هذا العام بنسخة متطورة وحلة جديدة ومتجددة، وبيهدف إلى التعريف بتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية ونقلها للأجيال المقبلة، كما يبرز التراث السعودي يعزز دوره في السياحة الثقافية سواء من داخل السعودية أو خارجها. هنروح مع تقرير الأستاذ طلال الشميسي الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي في تصريح حول هذه الفعالية السعودية الكبيرة. المعرض هو أحد فعاليات نادي الصقور السعودي، يقام كل سنة. الهدف منه إحياء هذا الموروث، عرض المستلزمات اللي لها علاقة بالصيد والصقور، وأن يكون فيه برضو عرض للأشياء اللي لها علاقة فيها المنظومة بشكل عام. المعرض قاعد ينمو بشكل كبير، عنده كذا جانب الحمد لله قاعد ينمو فيه سواء اقتصادي أو سياحي. فالحمد لله نعتقد إن شاء الله أن السنة هذه بدعم من القيادة وبحضور الناس المهتمين الحمد لله كان في نجاح كبير للمعرض. It's been a pleasure to work alongside the Saudi Falconers Club last year and this year. It's a great pleasure to be here. I want to thank you everybody that comes to visit me. Yeah, it's been very pleasurable.